ليك عندي ليك استاذ عياد وكذلك استاذه زموشي عندي لكم مفاجاه، يلا نروحوا نسمعوها مع بعض ونشوفوا باش تفكركم هذا الاغنيه اللي اداء واحده من جمعيه ابن باجه اللي مشكوره هي حاضره معنا. تفكر أسماء وأمير أعضاء جمعية ابن ماجة على هذا الأداء. الطيارة الصفراء شفتك متأثرة سيدة زموشي، باش تفكرك هذه الأغنية؟ هي أغنية تراثية، أغنية بدوية ثورية، نعم، حماسية، صح، عاطفية، صح، وبالخصوص قوية، نعم، قوية المعنى، لان البدويه المراه البدويه كي كانت تسمع الطياره الصفراء كانت تخزن في الغيران، لان هذيك الطياره هي اللي تطلق عليها القنابل. اما هذا اللي اثرني أنا عليك مداح، أنا عليك مداح، أنا عليك مداح، يا الجزائر يا الغالية بسم الله الفتاح في كل أمر البادية، ما نكتم سري باح كشفتني عيني الباكية، سيل دموعي سياح ويدا فوق خدي جارية، ضري طايل يا صاح غاير من ناس مسلية، في كل جهة الجراح ذاتي ما هي شبارية، فرحي تبدل بقراح والناس بيا متحاجية، مداح يا الجزائر يا الغالية، نمتاح عليك صباح وتعود مهنية زايا، أنا عليك مداح يا الجزائر يا الغالية، نمتاح عليك صباح وتعود مهنية زايا، أنا عليك أنا عليك أنا عليك مداح، أنا عليك أنا عليك يا جزائر يا الغالية.
حاجي مصاحب بالزين عند الآلي فضداله سلوين الياوين عسى يوصف لك حاله يعطيك نعته مبين ويقول لك ماذا جراله لبغيه يضر في الحين مختم برا وكماله حبك مشروط في الدين من لا حبك يقتال والله ما نرتاح إلا ببلادي راقية عليك مداح يا الجزائر يا الغالية. يعطيهم الصحة فرقة بنو باجا اللي دايما معودين بأحلى وصلات. وأكيد مسك ختام حصة اليوم راح تكون مع جمعية عفوا بنو باجا اللي هي مشكورة كثير على حضورها. تحية إذا لوطننا الجزائر العظيم بتاريخه وحاضره ومستقبله، وتحية للثورة الجزائرية التي لا تعرف إجازة. إلى اللقاء. هيا بنا للوطن نحيي الفرد معصومنا ونجتنب كل الفتن التي قد حلت بينا. هيا بنا أهل البناء لنجتمع على الرشاد وكفنا هذا البعاد الذي قد ضر بنا. She's